الأول بحب أرحب بيكم. أنا اسمي الدكتور مصطفى الحلو، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على الريكسس. طبعا أنتوا كلتوا كويس، الهايبوجلايسيميا راحت بس هتحسوا بتقل شوية بعد الأكل. كويس، طبعا انا سعيد ان انا بشوفكم النهارده. حظي العاثر ان انا جيت بعد استاذنا الدكتور خالد منصور. الدكتور خالد منصور محاضر من العيار الثقيل، وبيبسط يعني عنده ملكه هائله في تبسيط العلم. وانا حضرت المحاضره يمكن للمره كتير في حياتي، بس انا دايما بحب اجي احضرها، استفيد منها كتير. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. هي دي المحاضره اللي بتقع منكم دائما، وانت ساعه الشغل وانت بتشتغل بيبقى في ايفنتس بتحصل ديورنج فيكو، وسيادتك مش فاهم هي بتحصل ليه، عشان انت مش فاهم البيزكس بتاعت الفيزيكس بتاعت الفيكو. فانتوا محظوظين ان انتوا خدتوا المحاضره منه النهارده، وانا بعتبر نفسي واحد من تلاميذه، فهتلاقوا الافكت بتاعه او الانفلونس هيبان برضو في الطريقه اللي انا بتكلم بيها او المحاضره، وان كان طبعا ما فيش وجه للمقارنه. النهارده هنتكلم على موضوع الريكسس. بالنسبه ليكو انا طبعا زي ما انا شايف في منكم ناس انا شايفهم طبعا هم اكسبرتس في الفيكو سيرجري، خلاص، وفي ناس اي اسيوم ان هم ذي ار ستيل في بدايه الكيرف بتاعهم. فانا لو سمحتوا لي هتعامل على اني على المستوى ان انا بتعامل مع اللي لسه في الكيرف بتاعه. كلمة ريكسس عشان نعرفها بس كده، ريكسس باللاتيني يعني ايه؟ تو تير. كلمة تير بالعربي يعني ايه؟ يعني انزع. عارفين المزع لما تمسك قميص كده وتقوم مزعه، او حتة قماش تقوم مزعها. كويس، مزع الكبسول الكونسبت ده ابتدى يتواجد من السبعينات، خلاص ابتدوا الناس تفكر في حاجه زي ايه، سيمي مزع. كانوا بيعملوا ايه؟ كان يعمل ريكسس او يعمل كبسول، كان اوبنر تكنيك، او حتى يستعملوا السيزرز، وطبعا دي كانت ايامها صعبه في السبعينات، ما كانش في فيسكو الاستيك ماتيريال، ويعمل حاجه اسمها انفلوب تكنيك، يعمل فتحة كده يخلي الكبسول زي الانفلوب ويطلع منه النيوكليس، خلاص، ويكمل الاريجيشن بتاعه جوه الكبسول. فالانفلوب تكنيك ده ابتدت الارهاصات بتاعته في السبعينات. سنة 85 اتنين جراحين في اطراف العالم they published الكونسيبت بتاع الكونتينيوس كيرف لينير كبسول ريكسس اللي هو بنسميها سي سي سي، وده واحد منهم في كندا اللي هو كان هوارد جيمبل، والتاني في المانيا اللي هو توماس نويهان. خلاص سنة 85 86 لما ابتدوا ينشروا التكنيك بتاعهم ده في المؤتمرات، كان ايه يعني نقلة حضارية هائلة. كان ايامها لسه الاكسترا كابسولار كاتركت اكستراكشن هي المين ستي سيرجري اللي بنستعملها في الكاتركت ريموفل، وكانت مشكلة جراحين الفيكو ان الكبسول كانوا بيعملوا كان اوبنر تكنيك، خلاص، فكان دايما ينتهي بيهم الامر بمقاسي، يلاقي بقى اكستنشن. فالاثنين دول قعدوا يفكروا هاو تو بروديوس ا كابسولوتومي ذات هاز ا ريزيستنت وفي نفس الوقت ريزيلينت والاستيك ايدجز، تقوم تستحمل كل المانوفرز وذاوت ان اكستنشن. الكبسول الهيومن كبسول او الهيومن لينز كبسول ليها فيزيكال بروبرتي ان هي تيز الاستيك، خلاص، فسيادتك لما تشد عليها مش هتتقطع. فعشان تبتدي الانسيجن بتاعك، خلاص، لازم يبقى عندك ديفكت، ومن هذا الديفكت اللي هو البنكشر هتمسك جزء من الكبسول ايا كانت الطريقه بقى او الطول اللي انت بتستعملها، وتبتدي تعمل المزعه دي. المزعه دي بقى ليها تكنيكس كتيره هنتكلم عليها، خلاص، بس هو بيسكلي
المزعه دي. وعشان تمزع حاجه مطلوب منك سيمبل فيزيكس ايه؟ لو انت ابلاينج فورس تو تارت يو هاف تو هاف ايه؟ ان كاونتر فورس بالنسبه لك، لانك لو ما فيش الكاونتر فورس دي هتيجي تشد كل حاجه هتيجي معاك. يعني زي نفس اللي قاله لنا الدكتور خالد بيه في حكايه الشاتر بتاعنا دي. طيب طب ايه اهميه يعني ليه هذا اعتبر يعني في حاجتين كانوا ثوره في عالم الفيكو وخلوا الفيكو تكنيك بدل ما هو كان تكنيك غير محمود سمعته مش كويسه ينتقل لهذه النقله الحضاريه لحد دلوقتي هو بقى الستاندرد تكنيك فور كاتر ريموفل بقى لنا من سنه ابتدى سنه 67 لكن الثوره بتاعته ابتدت من اواخر الثمانينات واوائل التسعينات. حاجتين كونتريبيوتد تو ذيس بوست، اول حاجه منهم الريكسس، تاني حاجه ال development of viscoelastic elastic material. خلاص طيب ايه فايدتها؟ احنا قلنا الفايده بتاعتها الرئيسيه ان هي بتوفر لنا ايه؟ ان الاستيك بيتنت كبسولوتومي، الايدجز بتاعته فيري الاستيك فيري اكستنسبل، ما عندناش الخوف بتاع الاكستنشن للايكويتور او للبوستيريور كبسول. فهي ميزتها ان مفيش تاجز، اي فورس اكزرتد على اي جزء من السيركمفرنس بتاع الريكسس ده في نفس الوقت بيتوزع سيركمفرنشالي وبالتالي يتوزع ايكوالي على الريكسس وفي نفس الوقت على الزونيولز. فانت يو ريسك انك ستريسنج سيجمنتس من الزونيولز ان بارتيكولري لو عندك الناس اللي عندهم زونيولر باثولوجيز فبتقلل انسيدنس حدوث اي زونيولر انسيدنس غير محمودة في العملية دي. خلاص بتخلي لنا طبعا بقية الستيبس بتاعت السيرجري فيري سيف من اول الهايدرو ديسكشن لحد النيوكليس ديس اسامبلي والاريجيشن اسبيريشن حتى الاي او ال امبلانتيشن. بتوفر لنا كمان اسكافولد في حاله لو حصل لك لا قدر الله انسيدنس وين يو لوست بوستيريور كبسول انت برضو عندك سيجنيفيكنت سبورت يقدر يسبورت الانترا اوكيولار لينز بتاعتك وبالتالي العمليه هتنتهي النهايه اللي انت ايه بتتمناها. طيب عشان نبتدي نعمل ريكسس لازم تتوفر يعني ظروف متاحه ليك تتاح لك انك تنفذ هذا التكنيك بروبرلي. خلاص اول حاجه سيادتك لازم تكون بتشوف كويس. بتشوف كويس ايه؟ بتشوف كويس الريد ريفلكس. خلاص يبقى عندك ريد ريفلكس كويس، وعشان تشوف ريد ريفلكس كويس ده يتطلب ان حضرتك اولا تكون ظابط الميكروسكوب بتاعك كويس، عارف الميكروسكوب بتاعك ايه السبيكس بتاعته، ازاي تقدر تستعمل الاكسسوارز المعينه فيه عشان تشوف الريد ريفلكس كويس. لن نتطرق لهذه النقطه دلوقتي، بس يو هاف تو هاف ا فيري جود ريد ريفلكس. You have to have proper pupillary dilatation. عندك anterior chamber depth that is optimal. لا هو شالو ولا هو ديب. خلاص؟ And النقطة دي بتاعت regular capsule structure. يعني إيه كلمة regular capsule structure؟ عندك كبسول that is homogeneous. ما فيهاش calcification مثلا. خلاص؟ ما فيهاش fibrosis. ما فيهاش injury قديم. ساعات بيبقى عندك an anterior capsule tear قديم وقفل بشوية lens cortex وfibrosis. خلاص؟ اللي هي بيسموها homogeneous lens surface. كمان what contributes to a regular capsule structure هو an intact zonular system. لو انت عندك الزونيولر system intact ده هيوفر لك a regular anterior capsule structure تقدر تشتغل عليه. والage زي ما احنا عارفين الage plays a very important role. capsulotomies في الانفنت او pediatric age group is very difficult. خلاص؟ لعوامل كتيره بس احنا هنتكلم على عامل واحد في الكبسول سيمبلي اللي هو الالاستيسيتي. طبعا البيدياتريك ايدج جروب عندهم مشاكل اكتر، عندهم انتيريور تشامبر تبقى شالو، عندهم سكير ريجيديتي مش موجوده، فبيبقى عندهم مشاكل كتيره. لكن واحده منهم هاو ذس كبسول بيهيفز تو تيرنج، اتس فيري الاستيك فيري ريتراكتبل. خلاص اون ذا اذر هاند الفيري اولد ايجز العيانين انت بتشتغل عيان عنده مثلا 80 او 90 او حتى 100 سنه
الكبسولز ار فيري فرايبل وشريدي، وما تتوقعش ان العيان اللي عنده 90 او 100 سنه البيوبل هتبقى فريندلي بالنسبه لك، او الزنيوز هتبقى فريندلي. خلاص، فانت كبيجنر عشان تبتدي تنقي، وانا بوجه الكلام ده للنواب بتوعنا ايا كانوا في اي مكان، لو انت هتيجي تبتدي تتعلم الفيكو وعايز تتعلم خطوه الريكسس كويس، حط النقط دي في حسابك. انا بدور على كبسوله اعرف اشوف كويس، يبقى معناه ان عنده لازم النيوكليس تكون ما هاش دنس. خلاص، ما عندكش كورتيكال كاتراكت، الكورتيكال كاتراكت هي دي عدو الريد ريفلكس. عندك كورنيا كويسه، سيادتك بتشوف كويس. بمعنى ايه؟ لو عندك ايرور ريفراكشن البس نظارتك او صلحه في الاي بيسز، واظبط الاي بيسز بتاعتك قبل ما تقعد، واظبط الاي بي دي. خلاص، يبقى لازم حضرتك تشوف كويس بدءا منك انت، وبعد كده الميكروسكوب، وبعد كده العيان. طيب، شرط مهم مطلوب توفره في حاله سيادتك لو هتعمل ريكسس او هتعمل اي مانوفرز على الكبسول، ان يبقى عندك مكان تشتغل فيه، سبيس. هاو تو مينتين السبيس، هاو تو مينتين ان انتيريور تشامبر ديبث. طبعا الاجيال الجديده اتولدت في بقها معلقه ذهب، لقوا حاجه اسمها فيسكو الاستيك، وايشي ميثايل، وايشي هيلون، وحاجات جميله جدا. خلاص، ايام انا ما ابتديت النيابه من زمن الزمن، كان الفيسكو الاستيك ده يعني زي الممنوعات كده، ما نلاقيهوش. خلاص، فكنت تضطر تستعمل التكنيكس القديمه الاوبسوليت اللي انا كاتبها فوق، يا اما تستعمل انتيريور تشامبر مليانه بسائل، يعني انت عندك كونتينوس اريجيشن للانتيريور تشامبر، وكان في انسترومنتس ما عادتش موجوده دلوقتي زي الانتيريور تشامبر مينتينر. خلاص، الحاجات دي ما عادتش موجوده، اتفقنا؟ او اير. طبعا الاير غير ان هو مشكلته اوبتيكال في الاول وفي الاخر، سيادتك مره واحده هتحل ايه تلاقي الله هي الاستراكشرز فين، انا مش شايف الكبسوله، الدنيا ده. غير كده هو بيسكيب ايزلي من الانتيريور تشامبر، اتفقنا؟ فكنا احنا بنعاني هذه المعاناه، كنا نحقن مثلا اير، وعشان الامبول الميثايل ده زي المخدرات اخد لحسه منه صغيره اقفل منها الوند، بس اعمل زي سيلين كده، زي ما تحط سيليكون، ها، وتخش بقى بالايه بالسيستوتوم، وتبتدي تعمل الايه الكبسولوتومي الاول، ما كانش حتى ريكسس اير. طيب، كلمه فيسكو الاستيك ده موضوع كبير، انواع الفيسكو الاستكس والفيزيكال بروبرتيز بتاعتها، وات از بروبر لاستعماله في حاله في الستيب بتاعت الريكسس، او وات از بروبر في استعماله ساعه الفيكو او في الاي او ال امبلانتيشن. خلاص، او انت بتشتغل سيجمنتيشن في الانتيريور سيجمنت، عايز تسيجمنت او تعمل سبيسز عشان تعمل خطوات معينه. موضوع كبير ما يتاخدش بسهوله، انصحكم ان انتوا تقروا فيه، هتتسالوا فيه في الامتحان، احنا مش بنشرحه بس هنحب نسال فيه، اتفقنا؟ طيب، يبقى انت متطلب اول حاجه مكان تعمل فيه، واحنا اتفقنا ان المكان ده خلاص الحمد لله ربنا كرمنا وبقى افيلابل بالايه؟ بالفيسكو الاستيك. طب ليه انا محتاج مكان؟ محتاج مكان لان لو حصل لي شالوينج في الانتيريور تشامبر، يعني الانتيريور تشامبر بتاعنا اول ما فتحت الانسيجن بتاعي شيء طبيعي جدا، الايكوس هيسكيب والانتيريور تشامبر هتبقى شالو. ليه الانتيريور تشامبر هتبقى شالو؟ لان عندك ما هو ستراكشرز جوه العين ابتدت تتحرك لقدام. اشهر ستراكشر عندنا هو اللينز والايرس بافراد. لما يجوا يتحركوا الاثنين دول لقدام يحصل تشينجز، اناتوميكال تشينجز انستنتلي هتحصل. هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك حاجه اسمها، انتوا خدتوا الاناتومي بتاع الزونيولز، عارفين احنا عندنا الزونيولز كذا 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 تايب. خلاص، اتفقنا؟ فلما يحصل لك forward movement of the lens بالزنيولز بتاعتها يحصل ايه؟ هتعمل stretching للانتيريور فايبرز بتاعت الزنيولز. الانتيريور فايبرز دول هم متصممين ان هو الكبسول كده انتيريور تشامبر مينتيند الدبث بتاعها حوالي 3.5 مللي، هم مش stretched. اول ما يبتدي يتحرك كل اللينز دي لقدام يحصل لهم ايه؟ هيبتدوا يبقوا stretched. عدوك اللدود وانت بتعمل ريكسس ان الزنيول ده يبقى ستريتشد. ليه؟ لان الزنيول ده لو ستريتشد هيعمل لك ايه؟ هيقعد يشد على الاذر
هو ده الاوبوننج فورس بتاعتك. خلاص هتبتدي انت مكان ما تيجي تعمل تير، هو عايز التير ده يجي ايه عنده، هتبتدي يشد التير ده عليه، هو مش هيشد الفلاب، هو هيشد الدايركشن، هيخلي الفورس كلها تتجه ناحيته هو. اتفقنا؟ فدي اللي بنسميها الزونيال ستريس. فاحنا وي وانت تو مينتين ا بروبر ديبث انتيريور تشامبر تو افويد ذيس زونيال ستريس الانتيريور زونيولز. برضه حط في اعتبارك ان لو عملت فيري ديب انتيريور تشامبر ده هيعمل لك مشكله من نوع تاني غير مشكله الفيجواليزيشن اللي احنا عارفينها كلها، هتعمل ديب انتيريور تشامبر وانت مش عارف توصل، وهتعمل الانجل واتاك بتاعتك هتبقى فيري ستيب. انما هو بيعمل مشكله تانيه برضه في الزنيوز وفي الايرس، ساعات يعمل لك حاجه اسمها ايرس ريترو فيرجن، خلاص اللي هي بيسموها الريترو بالشن، او ما هو عكس الايه البيبيلاري بلوك بيسموها بوستيريو بيبيلاري بلوك. خلاص فيبقى انت وانت بادي انت هيبقى عايز تشتغل على انتيريور تشامبرز تنقيها انت بنفسك. انا مش عايز ا فيري شالو انتيريور تشامبر، ومش عايز برضو اون ذا اذر هاند ا فيري ديب انتيريور تشامبر. يعني نقي لك عيان انتيريور تشامبر الدبث بتاعك اللي تقدر تشوفه في البيومتري، قول حوالي مثلا 3 مللي 3.2 خلاص يعني في الحدود دي. طيب يبقى اول حاجه احنا محتاجينها سبيس، وقلنا السبيس ده هيبقى مينتيند بايه، وقلنا فايده السبيس اللي عندنا ده هيترجم لايه، هيترجم ان هو هينلفاي الزونيولر ستريس بتاعنا. تاني حاجه سيادتك هتحتاج انسترومنتس. طيب انا خلاص الحمد لله ربنا وفقني وانا مينتيننج تشامبر، هستعمل ايه عشان اعمل الريتسس؟ طبعا في عندنا اشهر حاجه وابسط حاجه اللي هي البنت نيدل او بيسموها سيستوتوم. والسيستوتومز دي انواع كثيره، وطريقه الفاشنينج بتاعت السيستوتوم بتاعك والانجيوليشن بتاعته بتفرق من جراح لجراح، انت نفسك اللي بتحددها. ايدك بتبقى قاعده ازاي على راس العيان، خلاص الاورينتيشن بتاعك ازاي، وبالتالي انت هتفشن السيستوم بتاعك. عشان كده انا انصحك وانت في بدايه طريقك ما تخليش الاسيستنت بتاعتك او النيرس هي اللي تعمل لك السيستوم، لا انت اعمله لنفسك، شوف انا قاعد مرتاح ازاي. والكرايتيريا بتاعتك ان انت السيستوم بتاعك انت شايف الايدج بتاعته ما فيش حاجه مغطياه، ايدك من ناحيه مش مغطياه، جزء وانت بتعمل الريتسس ما تبقاش ايدك مغطيه او ايدك جايه في الفيد. يبقى انت هتظبط اول حاجه قعدتك كده، يبقى قعدتك ووضع ايدك هيحدد لك الانجيوليشن بتاعك. كمان في اليمنت تاني بيحدد لك السيستوم بتاعك ده هيتعمل ازاي، العيان اللي انت بتتعامل معاه. العيان ده مثلا ديب سيت ايز، خلاص. وعشان كده انا بنصح دايما برضو البيجنرز بتيجي تنقي العيان اللي هتتعلم عليه او تبتدي عليه، بليز بلاش السانكن ايز دي، هات عيان عنده اكزوفالمس، خلاص اتفقنا. لكن دي سانكن ايز دي لان ايه هتعمل لك مشاكل هنبقى نحكيها. يبقى ده السيستوتوم. تاني انسترومنت عندنا الفورسبس بانواعها، وعشان تبتدي تستعمل فورسبس، الفورسبس لم تستعمل الا لما كانت الفيسكو الاستيك افيلبل، لان الفورسبس اول مثلا اجيال الفورسبس زي اوتراتا وكده اللي كنا بنستعملها من الانسيجن اللي هو ال 3.2 ملم، ايام ما ابتدينا كان 3.2 ملم، فده كان يحتاج مينتنس لانتيريور تشامبر، تحتاج تستعمل فيسكو الاستيك، وكمان فيسكو الاستيك من النوع اللي هو ما يخرجش بسرعه، يعني ما تستعملش هيلون مثلا، الهيلون مره واحده هتلاقيه خرج لك في النص. كنا نحب نستعمل الايه الميثايل سيلولوز ان هو بيخرج ببطء، فبالتالي سيادتك وانت ما تدخل الفورسبس وبعدين تفتح الفورسبس وتقفل الفورسبس، طب اجيب الفلاب، طب الفلاب لا انا هعمل كذا حاجه، لا انا مسكت الفلاب، لا انا مسكت الكورتكس، فكل المانوفرز بتاعتك دي كبيجنر هتقرفك. فعشان كده بنقول لك مثلا ابتدي استعمل فيسكو الاستيك ما بيطلعش بسرعه، او ده على عكس الكونسبت اللي انا بنقول لما تعمل ريكسس حط هيلون تمنتين السبيس وتعمل السيجمنتيشن كل الكلام ده ظريف لطيف، بس مشكله الهيلون ان هو بيطلع بسرعه. عشان كده تلاقي النايب اللي لسه بيجينا بيستعمل هيلون بيستعمله بس بتاع ثلاث اربع امبولات هيلون، هو ده وضع طبيعي لما كان فيه. طيب
الفورسز ليها انواع كتيره. فورسز مثلا زي اليوتراتا وانواع مشتقاته اللي احنا بنستعملها من الميني انسيجنز. في طبعا المايكرو انسيجن فورسز اللي بتخص من الباراسيتيسيس، اللي هي مثلا كانت ايام ما ابتدينا كان في 19 جيج وبعدين 20 جيج ودلوقتي في 23 جيج خلاص. فده يتيح لك انك تعمل الريكسس بتاعك من اي حته. يعني انت ساعات تواجه المشكله ان انت حصل لك اكستنشن للريكسس وانت مش عارف تجيبها من الووند وتعمل كده وتستعمل ايدك الشمال وايدك اليمين ومش عارف تعمل ازاي وكده خلاص. لكن لو انت عندك واحد من المايكرو انسيجن فورسز في منتهى البساطه خالص، تاخد نفس غويط تعمل باراسيتيسيس اوبوزيت المكان اللي انت عايز تمسك منه الفلاب وتدخل الفورسز بتاعك وتكملها خلاص. هنتطرق لانواع الفورسز دلوقتي. وفي كمان انسترومنت متاح دلوقتي اللي هو الفيمتو ليزر، اللي هو within the context of flaps خلاص، اللي هو الفيمتو ليزر اسيستد لينز ريموفر او كاتراك. ممكن تعمل تستعمل، هو ليه ميزات. ممكن بالنسبه لك لو مثلا عايز تعمل ريكسس في عين عنده زونيولار ديفكت، انت هنا مش هتحتاج ايه الكاونتر تراكشن. انما هو في عيب، هو اكشولي هو مش تير، هو اتس مايكرو بانكشرز خلاص. فما بيبقاش فيري سيف ايدجز، يعني ممكن تفاجئ في وقت من الاوقات من العمليه ان انت حصل لك اكستنشن للريكسس. وده ظهر في السنين الاخيره، ثلاث اربع سنين مثلا، اواخر التسعينات القرن الماضي كانت ظهرت موضه هائله اللي هي بيسموها الراديو فريكونسي. احنا هنعمل راديو فريكونسي، راديو فريكونسي، استعمل راديو فريكونسي نعمل بيها الريكسس خلاص. وجت موضه كده سنه 98 و99 وبعدين اختفت لنفس البرنسبل. لما جم يفحصوا الباثولوجيكال الايدجز بتاعت الريكسس دي، اللي هي عباره عن مايكرو بانكشرز خلاص، مايكرو بانكشرز ماهوش تير. طيب لما اجي انا هستعمل الريكسس دي، هبتدي بالسيستوتوم اللي هو معظمكم كله هيبتدي فيه. استعمال السيستوتوم ليه ميزات على عكس ما الناس متوقعه، ليه ميزات هائله خصوصا للبيجنرز. تعال نتكلم شويه. اول حاجه هو رخيص وتقدر تعمله خلاص، واذا السيستوتوم باظ منك تعمل ابره ثانيه وتعمله خلاص. تاني حاجة ودي هنتطرق إليها، العيانين اللي هم دايما قاعدين بيتحركوا، العيان مثلا اللي عنده كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز، هتلاقي العيان عامل كده، انت قاعد بتبص عليه تحت الميكروسكوب تلاقي واحد رايح واحد جاي صح. او العيان اللي عنده تريمورز، تلاقي العيان ده عينه يعني راسه كلها بتتحرك. او العيان اللي سيادتك، ودي حاجه شائعه جدا، اللي حضرتك اديته اللوكال واللوكال ما اشتغلش، فيري كومن خلاص. والغلطه مش فيك، لا الغلطه في اللوكال، اتفقنا؟ فتلاقي العيان عينه قاعده بتتحرك. العيان اللي عينه بتتحرك ده ايه مشكلته وانا بعمل الريكسس؟ سيادتك افرض انا ماسك الايدج بتاع الريكسس بفورسبس، ايا كان نوع الفورسبس، افخر نوع فورسبس، انت ماسكه كده خلاص، ماسك الايدج كويس. هو راح محرك عينه لسبب ما، لقيت التير بتاعك راح فين؟ مره واحده يا نهار ابيض يا راجل ما اتحركش. اما تبقى جراح اكسبيرينس بتعرف تتعامل مع المواقف دي، بتعرف تمشي وتسيب امتى وبسرعه، انما وانت بيجنر ده مور سيف، لان اقصى حاجه هيعملها لك ايه؟ حرك عينه، انت رحت رافع في ثانيه الريفلكس بتاعك انك رحت رافع السيستوتوم بعيد عن الكبسوله، خلاص وقفت الريكسس. سيناريو اوحش من كده، ان راحت السيستوتوم خبط في ظهر الكورنيا، او سيادتك رحت ايه خبطت بيه الايرس، دي كلها شكليات يعني، اتفقنا؟ يبقى اول حاجه ان هو اتس شيب، تاني حاجه اتس ريلاتيفلي سيف. ريلاتيفلي سيف لو كل حاجه ماشيه معاك كويس، يعني سيادتك مكمل الريكس زي ما انا هنقول لك كده قواعد استعماله. انما لو حصل لك اكستنشن للريكسس، لا هنا مش هيبقى له دور كبير خلاص. طب استعمله ازاي؟ انا من السنين اللي فاتت اكشلي اما كنت محظوظ ان انا اشتغلت مع الجونيور ستاف بتاعنا، اما كنت بساعدهم كنت بكتشف ان الجونيور ستاف عنده قلب من حديد، يقوم داخل بالسيستوتوم
وجاي كده ايه في النت بريفري يعني قبل الزنيوز مثلا 2 مليون ويقوم عامل السكراتش بتاعه. هبقى انا جنبه هيجي لي هارت اتاك. الله ابيض خلاص ايه اللي بيحصل ده؟ وايه قلب ميت خلاص كده. لا يا جماعه اسمعوا نصيحه واحد كبير في السن عجوز خلاص، بلاش الشجاعه الزياده على اللزوم دي. ابتدي اعمل البنكشر بتاعك في السنتر. لو انت يعني غلبان قوي او متهور زياده على اللزوم يعني بار سنتر بملي، بلاش ونابل بالنيت بريفري دي. تبتدي وتعمل قطعه. القطعه الاولانيه دي او الشكه الاولانيه دي بتديك معلومات كتيره جدا جدا عن الكبسول. خلاص اتقطع معاك الكبسول هوموجينسلي وظريف ولطيف، ولقيت عندك كات كده، وبعدين سبحان الله بقى عندك ايدج تقوم تبتدي تمسكه وتمانوفرت. او ساعات تيجي تعمل البنكشر تلاقي الكبسوله ايه بتنزل معاك، تقوم تدور الشاتم في الممرضه انت مدياني سيستون تلم. خلاص لا، قبل ما تتاكد ان السيستون بتاعك مش تلم اتاكد ان الكبسول دي ما فيهاش مشكله. اشهر مشكله تخلي ان انت ما انتش عارف تنشيت البنكشر ايه، يا اما زونيلر ديفيسنس مش ما عندكش كاونت ما فيش، او ان الكبسول دي نفسها فايبروست او كالسيفايد، وده بيظهر اكتر في حالات التروماتيك او ماتيور كات. خلاص يبقى انت هتيجي في السنتر وتعمل ايه الكات بتاعك حوالي ملي 2 ملي، وبعدين بظهر السيستوم بتاعك يعني انت عندك التيب بتاعه بالظهر ده، تيجي تحاول ترفع الفلاب دي وتبتدي تزقها للبريفري، تزقها ملي 2 3 خلاص تزقها. لكن لو انت بادي في النت بريفري هتزقها فين؟ في الزونيوز، وتيجي تقول انا مش عارف يا دكتور والحقن بتاعي هناك وانا مش عارف اجيبها. خلاص طيب اول ما ابتديت تزقها بالمنظر ده بقى عندنا فلاب، اول حاجه تعملها ايه؟ انا عملت فلاب وقعدت ازقها اللي انا متخيله المكان بتاع الدايمتر الايديال. تتوقع الدايمتر ده يبقى قد ايه؟ انت معاك مسطره؟ في يا جماعه ريكسسس هتلاقي عليها متشرطه، تلاقي على البوز بتاعه شرط، كل شرطه من دول تمثل ملي، تدي ساعات كلو للجراح هو السايز قد ايه. لكن انت اكشلي وانت شغال انت بتشتغل ان ريلاتيف لما هو حولك، فانت بتبص كده الله ادي بيوبل اهو، يبقى انا هوصل ايه لحوالي ملي من البيوبل اتش، او اوصل للايدج اوف بيوبل. طب افرض انت يا استاذ شغال على بيبل اصلا 3 مللي، خلاص يبقى انت عامل ريكسس بتاع 2 مللي ونص، وبعدين تيجي ايه مش عارف يا دكتور عامل ايه ريكسس مش عايزه تطلع، ده كمان الفيكو تيب مش عايز يخش. خلاص يبقى انت بتحسب، تبص الاول على البيبل بتاعتك وتحفظ القاعده الذهبيه الاناتوميه اللي بتقول لك ايه، ان اول زنيوز تبتدي توصل لك للانتيريو كبسول بتبقى على بعد حوالي قد ايه؟ حوالي 8 مللي. خلاص وفي ساعات بيبقى في ابارنت انسرشنز توصل لحد 6 مللي وساعات 5 مللي، فانت هتشتغل سيفتي، انا هشتغل من 5 ل 5 ونص مللي، ولو انا شايف الزنيولز قدامي لان انا منقي بيوبل واسع انا لسه بيجنر ها وريد فليكس حلو، فانا ساعات اشوف الزنيولز هبعد عن الزنيولز دي حوالي 2 مللي. اتفقنا؟ كويس. اول ما قلبت الفلاب الخطوه اللي جايه دي وصلت للمكان اللي انا متخيل ان هو الدايمتر، هجيب الفلاب بتاعتي وفولدت على نفسها. لما فولدت على نفسها I created this، شايفين؟ عايز اوريها لكم صورة اوضح شوية. شايفين ده؟ ده مكان الفولد، ده مش الايدج بتاع الفلاب، ده مكان الفولد. انت جبت الفلاب وتنيتها طبقتها على نفسها ظهر لك هذه الفولد. اتفقنا؟ الفولد دي مهمه جدا. ايه اهميتها يا دكتور؟ طول ما انت مخلي الفولد دي راديالي اورينتد. يعني ايه راديالي اورينتد؟ يعني هي راديوس، هي تمثل راديوس بتاع دايره من بوينت السنتر بتاع اللينس. طول ما هي راديالي اورينتد وسيادتك قاعد بتزق كده
بتقطع بتمزع كده عن طريق الحركه اللاترال شيرنج موفمنت بالسيستوتوم، طول ما هيفضل الديامتر بتاعك ده ثابت. يعني الكاتنج ايدج ده مش هيكستند لا لبره ولا هيكستند لجوه. فيبقى دي النقطه اللي انت تبص عليها دايما. بص على ايه؟ الفولد دي اورينتد ازاي؟ لازم تبقى ريدي الاورينتد. خلاص؟ لو الاورينتيشن بتاعها اتغير، افرض هي بدل ما هي كده بقت كده او بقت كده، خلاص؟ يبقى ده هيترجم اوتوماتيكي انك غيرت الدايمنشن بتاع الريكسس بتاعك. يا اما الايدنج ايدج ده هيعدي لبره، يبقى عايز تكبر الريكسس بتاعك، او هتلمه لجوه عايز تصغر الريكسس بتاعك. يبقى دي الكي وورد بتاعتك. بص على هذا الايدج بتاع الفولد، هو ده اللي هيحدد لك المقاس. اتفقنا؟ طبعا القصه دي واحنا بنستعمل الايه؟ السيستوتوب، لان انت في الريكسس الاليات هتتغير تماما لو تستعمل الفورسبس. الفورسبس انت بتبص على الليدنج ايدج وعايز تروح تمسكه وتجهزه وتشده وتجيبه ناحيه السنتر او توسعه، انما احنا بنتكلم هنا على السيستوتوب. الانسترومنت الثانيه اللي بتواجهك او بتشتغل معاك هي هذا الفولد. اتفقنا؟ يبقى دي القاعده الذهبيه، بص على هذا الفولد ولا تنساه. عشان كده كنت بتخض لما انا بقعد اساعد النائب جونيور الشجاع اللي هو اول حاجه ابتداها عمل في البريفري الكات، وبعدين راح مخلي لك بقى ايه دي، شايفينها هي عامله كده. لو انت عملتها كده، لو خليتها اورينتد كده، هتلاقي الليدنج ايدج ده يتلم للسنتر. لو هي مفتوحه كده هتلاقيه هيكستند للبريفري. دي راح سايبها لك كده، وبعدين ايه كمان عايز يجبر يوصل للبريفري. خلاص ساعتها ايه الواحد بيجي له يعني بدايات الانجاين. طيب يبقى ده بالسيستوتوب. كويس، وتكمل. هنصحكم نصيحه، ابتدوا وانتوا بتتعلم حاول تستعمل السيستوتوم كويس، وحاول تكمل بيه الريكسس. طبعا الا اذا الظروف اتغيرت، يعني حصل لك اكستنشن او الدنيا بعدت شويه او واجهت اي ظرف، انما حاول تكملها للاخر. ماسترنج انك تكمبليت الريكسس بالسيستوتوم هيساعدك في عمليات تانية اكثر تطورا. خلاص؟ طيب يبقى انت هتبتدي بالسيستوتوم، وده ما انصحك تبتدي بالسيستوتوم. انهي بالسيستوتوم عشان تزود السكيلز بتاعتك، لكن ما يجيش على حساب السيفتي. عايز تكمل بالفورسبس كمل بالفورسبس. خلاص؟ طيب وكده تبقى القصه ايه خلصت. يبقى انت بتبتدي في السنتر، ده الملخص، تبتدي في السنتر وسوبرفيشال، وهتلفت وتبوش الايدج بتاعك ده للمكان اللي انت متصور ان هو ده السايز الصحيح بالنسبه لك. في نقطه ثانيه ساعتك هتواجهها وانا بواجهها كتير، بيبقى الجراح مش قادر يحدد الاورينتيشن بتاعه، الدبث اورينتيشن بتاعه، فتلاقيه هو بيحاول يرفع الفلاب دي ويزقها، يقوم داخل ديب في الايه؟ في الكورتكس، ويبتدي يطلع كورتكس انتي تشامبر، فيقف كده ويهرش في دماغه هو انا فين؟ خلاص؟ بعد شويه كده، بعد مرتين ثلاثه، يلاقي هو كمان مش شايف الايدج بتاع الريكسس. في الحاله دي هنتصرف ازاي؟ اول حاجه يو هاف تو افويد الحاله دي عن طريق انك وانت في الاول، وانت بتعمل السيت اب بتاعك، وانت قاعد بتظبط بعد ما حطيت العيان على الميكروسكوب وحطيت الاوب سايت، قبل ما تمد ايدك وتفتح اي حاجه، ابتدي ظبط الدبث بيرسبشن بتاعك. هتظبط الميكروسكوب بتاعك على الكبسول، خلاص؟ وبعدين تجيب الماجنيفيكيشن اعلى حاجه، اعلى حاجه في الميكروسكوب هتجيب الماجنيفيكيشن بتاعه وتفوكس على الكبسول. دي اول حاجه. وبعد كده هتبتدي تقلل الماجنيفيكيشن بتاعك لحد الاوبتيمال اللي انت تحب تشتغل عليه. وانت بتعمل الحكايه دي هتلاحظ ان انت يو دو نوت لوز يور ديبث بيرسبشن، انت لسه برضه فوكست على الكبسول. اللي بتحصل القصه دي لما ما تبقاش ظابط الديبث بتاعك، خلاص؟ حتى بعد ما تفتح الانسيجن وتحط الفيسكو الاستيك، عيد الخطوه دي تاني، اظبط نفسك على الكبسول، عشان بعد كده تعرف الاورينتيشن بتاعك، انت في الكبسولار باك ولا انت فوق الكبسول بالظبط. خلاص؟ يبقى القصه دي افويدبل في السيت اب بتاعك وانت بتقعد في الاول. لو حصلت دي ليها تصريفه هنقول لك عليها.
كويس. الكلام ده طبعا انتوا عارفينه، هتعرفوا تقول لك ايه الشيرنج تكنيك وايه الريبنج وكل الكلام ده، يعني مش هنتطرق ليه كتير. انما ده نبتدي نشوف المشاكل. اول مشكله سيادتك حصلت لك، واحنا كل حاجه يعني كل حاجه متميزه من الاول، يعني انت منقي العيان كويس والعيان بيوسع وعندك ريد ريفلكس وكل حاجه، حصل لك ان انت يو ديسترب ذيس كورتكس، ما انتش شايف، تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتحقن فيسكو الاستيك تاني، وتحقنه من مكان اوبوزيت للكت بتاعك. انا مش عايز الريكسس ينقلب على ظهره، انا عايزه يرجع تاني ياخد وضعه الطبيعي. يبقى هتحقن من تعمل لك باراستيسيس تاني، وتحقن الفيسكو الاستيك، ترجع الفلاب تاني مكانها. اول ما ترجع الفلاب مكانها هتشوف الايدج بتاعها، والكورتكس اللي انت يديسترب هترجع تاني. خلاص؟ هنا بقى هتبتدي تستعمل الفورسز بتاعك وتمسك هذا الايدج وتكمل. يعني وانس انت ابتديت وعملت ديسترب للكورتكس بلاش تكمل تاني، وقف وقف استعمال السيستوتوب، اسحبه، استعمل الفيسكو الاستيك، رجع الفلاب تاني وهتمسكها بالفورسز. لان كل اتمت ليك بعد كده هتديسترب مور كورتكس ومش هتعرف توصل لايه؟ لهذه الفلاب. طيب. المشكله الثانيه سيادتك ابتديت وبعدين حصل لك اكستنشن للبريفل. اول حاجه تعملها ايه؟ اعرف ايه السبب اللي خلى يحصل اكستنشن، عشان كل سبب لتصريفه. هل الانتيت شامبر بتاعتك بقت شالو؟ ان كانت شالو اعرف هي ليه شالو؟ هل انت في ليك من حته معينه؟ هل الانسيجن بتاعك مش كويس؟ هل انت بتديسترب البوستيريور ليب انسيجن بالانسترومنت بتاعتك؟ يبقى اول حاجه تعرفها. ولا الانتيريور شيمبر الشالو علشان عندك بوزيتيف بريشر جاي من ورا، لا قدر الله العيان قاعد بيحزق، قاعد بيكح، وضع راسه ماهوش مظبوط. سيادتك والعيب مش ليك طبعا، وانت بتدي اللوكال اديت مثلا 20 سنتيمتر لوكال ريترو بالبر، خلاص ده مش عيب، هو ده عيب اللوكال اللي له مخشوش. يبقى ساعتها سيادتك هتحاول تريليف المشكله اللي عامله لك البوزيتيف بريشر من ورا، يتعدل راس العيان. يا ساعات العيانين اللي هم فيري اوبيس، تبقى انت منيمه نومه غلط، انت منيمه راسه اوطى من صدره. انت في التيتشنج بتاعك بنقول لك حاول تخلي راس العيان واطي عشان تبقى راسه فيرتيكال وانت شايف، والفلويدكس بتاعتنا شغاله كويس. بس القاعده اللي انا اقولها لك قاعده ذهبيه مني، ما تخليش صدر العيان يبقى اعلى من راسه. لو صدر العيان اعلى من راسه كل البوزيتيف بريشر ده بتاع وزن جسمه وكرشه وصدره وكل الحاجات دي منقوله للنك، الفينز بتاعت النك، وبالتالي هتترجم ان انت عندك بوزيتيف بريشر في العين. يبقى خليه تلت شويه كده، خلي العينين بتوعك تلت شويه، تلت حبه بسيطه، فاهم؟ طيب يبقى قلنا يا اما الشالو انتي تشيمبر حصل نتيجه ان حصل ليك او اسكيب، او ان انت عندك بوزيتيف بريشر جاي من ورا، او الانفنس. الانفنس لان انت الانفنس ما عندهمش سكير ريجيديتي اصلا، انت اول ما هتفتح الجلوب الجلوب بتكولابس، يعني ما فيش سكير ريجيديتي تمنتين الانتجري بتاعت الجلوب، هتلاقيها بتكولابس، تلاقي كل حاجه عندك. هو اصلا الانتي تشيمبر بتاعته هي 1.2 ملم دبث، خلاص. وبعدين ايه؟ اول ما تفتح الانسيجن باراسنتيسيس حتى تلاقي كل حاجه اتحركت قدام. او حاجه فيري رير بس ظريفه اللي هي الابارنت زنيولز. الابارنت زنيولز وما في حكمها، فما حكمها اللي هو عندك مشاكل في الكبسول، لوكالايز بروبلم في الكبسول هنا، يعني في كالسيفيكيشن، فايبروزس، خلاص. تلاقي انت ماشي ريكسس جميل جميل جميل، وبعدين جيت في حته واحده لقيت ايه؟ انت بتعمل الدايركشن اوف موفمنت بتاعتك في ناحيه، والتير رايح في ناحيه ثانيه خالص. يبقى معناه ان الفورس هنا اللي انت يور ابلاينج از بينج دايفرتد. دايفرتد ليه؟ لان في اوبستكل قدامها، يا اما في فايبروزس في الكبسول، او يا اما ابارنت زنيول. يعني ايه ابارنت زنيول؟ ساعات تلاقي زنيول كده دمه خفيف، طالع لك الانسرشن بتاعه مش زي ما اتفقنا في الاناتومي، اقصى حاجه 8 مللي او حتى 7 مللي، لا انت داخل لك مثلا لحد السنتر بتاع الكبسول، اتفقنا؟ والحاجات دي ممكن تشك فيها في العينين اللي انت ساعات
ساعات في عيانين وانت بتبتدي العمليه تلاقي عنده حاجه زي ريمننس اوف ابيبيلاري ميمبرين بتشوفوها دي، تلاقي حاجه معاها. العيان ده اعمل حسابك ان ممكن يكون في حاجه من دولك. طيب اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي؟ كبيجينرز وانتوا بتبتدوا، وانا بنصح كده حتى ما يبقى عندك ريد ريفلكس كويس، استعمل الصبغه الستين بتوريك الحاجات دي، هتوريك مكان ساعات ممكن زونيولز تجيبها لك او توريك ارياز اوف كالسيفيكيشن. خلاص استعمل الستين في الاول. طيب انت ساعات كتيره مش هشوف الابارنت زنيول ده، مش هعرف اشوف حتى بالميكروسكوبات بتاعتنا مش هعرف اشوف، انما انت بيجي لك مع الخبره ده في حاجه هنا مش ماشيه مظبوط، وانا الكبسوله عندي شكلها كويس، انا عيان ما عندوش لا اوباسيفايد اديني كبسوله ولا فايبروزس، ده ريد ريفلكس حلو وانا شايف كل حاجه. ففي الغالب تشك في القصه دي. هتتغلب عليها ازاي؟ اعكس الدايركشن بتاع الريكسس بتاعك وهاته من الناحيه الثانيه، ما تحاولش تعافر هنا، لان كل ما هتابلاي فورس هتطلع لك هتوجهه ناحيه البريفري. خلاص؟ او ساعات دي ا فيري كومن كومبليكيشن مع برضه تشوفها مع الجونيور ستاف بتاعنا، هو يعمل الريتشز فرحان جدا مزقطط خلصها 4 مللي 3 ونص مللي وده انا بحترمه. خلاص ده هو خاف، اللي يخاف يسلم. اتفقنا؟ ده بسيط هنكبره مش قضيه يعني. اتفقنا؟ فيبقى فيري سمول ريكسس. فيري سمول ريكسس يعني قد ايه يا اولاد؟ يعني اقل من حوالي 4 مللي. خلاص من 4 ل 5 معقوله ممكن تعملها، لكن اقل من 4 هتبقى مشكله بالنسبه لك. وان كان زمان برضو مثلا في اواخر التسعينات كده كان في تكنيك ايامها، يعني ايه تكنيك ما اقدرش عليه الا الجامدين يعني زي الدكتور يحيى كده. خلاص اللي كان عامل انترا كابسولار فيكول، يعني عنده اندوثيليال ديستروفي، اندوثيليال ديستروفي، وما كانش ايامها في حاجه زي الفيسكوت او عنده فانا هعمل ايه؟ هعمل ريكس الصغير واحط فيه فيكو تيب واشتغل الفيكو بتاعي جوه الكبسول، في الاخر خالص اسحب كل حاجه انا شغال جوه الكبسول مش جوه الانتي تشامبر، ما يبقاش في تربلنس في الانتي تشامبر، وبعد كده ابقى اوسع الكبسول دي واحقن الاي او ال بكده. خلاص يبقى دي الكومبليكيشنز اللي هتواجهها في الانتيريو كبسول، اكستنشن يا اما كبسول صغيره يا اما ايه الكبسول قاعده بتتصرف بطريقه مش كويسه. طبعا انتوا عارفين الايديال زي ما اتفقنا، الايديال الكبسول سايز من 5 ل 5 ونص مللي، وهتقعد ترص اسباب كتيره منها ان انا هي اوفر رايد الهابتك بتاع الاي او ال، والاي او ال كده هتعمل بارير ومش هيحصل مايجريشن للابيثيليوم، كل الكلام ده حلو حلو نظري جميل جميل ما عندناش مانع منه. طيب تعالى بقى في المشاكل. هو انت هتفضل طول عمرك صغير ينقولك احلى حاله في الليسته بيبل كريستاله والريفراكشن بتاع العيان الاي او ال بتاعته هي 18 19 وريد ريفلكس كده وعيان عنده 45 سنه؟ لا هتنشف شويه. هنبتدي نواجه بقى مواقف ايه؟ انا مش شايف ريد ريفلكس او الكاتراكت دي انتيوبيسنت او هايبر ماتيور او البيوبلز صغيره او الزونيولار ديفكتس او زمايلنا بتوع ابو الريتش اللي هم دايما بيشتغلوا في الانفنتس. فانا طيب نتصرف مع كل حاجه ازاي؟ نتصرف مع كل حاجه نعرف السبب. اول حاجه ابتدينا بيها الانفنتس عشان نخلص منها بسرعه. مشكله الانفنتس الحاجتين، اول حاجه ما عندهمش كير ريجيديتي خالص وعندهم الكبسول فيري الاستيست عاليه جدا، اما تقطعها تلاقيها بتتراكت. خلاص ازاي؟ فنعمل ايه؟ دايما احنا شغالين اي ام ايمنج ان انا اعمل فيري سمول ريكسس، يعني عايز اعمل 2 مللي، دايما انا شادد الدايركشن اوف ريبنج بتاعتي، طبعا ما ينفعش فيها ستوب، احنا بنشتغل بفورسبس، بنشتغل بالمايكرو انسيجن فورسبس، ما ينفعش افتح الانسيجن الكبير. ومعظم حالات البيدياتريك مش هتفتح الانسيجن الا لو انت بتزرع الاي او ال. خلاص انت هما الاثنين باراسيتيسيس، هتعمل الريكسس بتاعك وهتعمل الاريجيشن اسبيريشن والبوستيريو كابسولات وفيتريكتومي وكده، وفي الاخر هتوسع تحط الاي او ال.
اتفقنا؟ يبقى دي مشكلتها الرئيسيه انا هتغلب عليها، ان انا هشتغل بالباراسنتيسيس وهشتغل اسمول ريكتس وهي من نفسها هتكبر. نيجي بقى للمشكله الرئيسيه بتاعتنا اللي بتواجهوها جدا، اللي هي انتيوميسنت كاتراكت. الانتيوميسنت كاتراكت فيها مشكلتين مركبين. اول مشكله الفيزيبيليتي، انت ما عندكش ريد ريفلكس. هنتغلب عليها ازاي؟ بالستين. طيب المشكله الثانيه ان الكبسول دي الانترا كابسولار بريشر عالي جدا، قاعده ذهبيه من ايام ما احنا كنا ايه بنلعب بالبلالين واحنا صغيرين. لو جيت في اي كونتينر الضغط جواه عالي وسيادتك عملت فيه بانكشر هيحصل ايه؟ هيفرقع البالونه، العوامه، فردت الكاوتش، خلاص؟ ليه؟ لانك بتعمل سادن ديكومبريشن، اديت مجال سريع جدا، اديت مكان يعني وقت زمن وسبيس صغير البريشر جوه هذا الكونتينر هيحاول يتعادل مع الاتموسفيريك بريشر. الحركه دي ساعه ما تحصل ممكن يؤدي لانفجار الكونتينر نفسه. اتفقنا؟ ودي زي ما شبهناها بحكايه البالونه، لو اديت فيها دبوس مش البالونه مش هتديكمبرس بالراحه تقعد، لا هي مره واحده هتفرقع. يبقى العيانين دولت مشكلته الرئيسيه بقى اكتر ان عنده الانترا كابسولار بريشر بتاعه عالي. اتغلب ازاي على الانترا كابسولار بريشر العالي؟ هعرف اوطيه ازاي؟ الانترا كابسولار بريشر حاجه والانترا اوكيولار بريشر حاجه، خلاص؟ مفيش مانع ان انا اوطي الانترا اوكيولار بريشر، يعني اعمل له مثلا اديله فيتريس دي هيدريتنج ميجرز، لان انا مش عايز بريشرين ضدي، كفايه عليا بتاع الكبسول. لكن بتاع الكبسول ده انا هوطيه ازاي؟ انا مش هعرف اوطيه. انا هعلي البريشر اللي حواليه بحيث ان هم يتعادلوا، يقوم ساعه ما اجي اعمل النقطه بتاعت البانشر ما يحصلش السادن ديكومبريشن اللي يؤدي للبيرست كبسول، اللي بيسموها الارجنتينيان فلاج سايت. بالمناسبه الاخوه الارجنتينيين بنهنيهم بكاس العالم طبعا، اتفقنا؟ الارجنتينيين موجودين وسطينا هنا. طيب يبقى انا هتغلب عليها، انا مش هقدر ادي كومبريس اللي جوه، لكن اقدر اعلي الضغط في الانتيريور تشامبر. اعلي الضغط في الانتيريور تشامبر ازاي؟ خد بالك كل ده بس عشان اعدي الخطوه الاولى. اعلي الضغط في الانتيريور تشامبر ازاي؟ اول حاجه هشتغل في فيري كلوزد كبسول، انا مش هفتح المين انسيجن اصلا. في الحالات دول انا ما بفتحش المين انسيجن، انا بعمل الباراسنتيسيس بستين واحط في مثلا هيلون جي في هيلون، خلاص؟ وابتدي اعمل البانكشر من هذا ايه؟ البارسنتيس. مايند يو النقطة دي او الخطوة دي بالعملية، انا دايما بنصح السيرجن خليك هادي وكول وخد وقتك، يعني العملية خدت بدل 5 دقايق 10 دقايق 15 دقيقة، ما فيش مشكلة. انما النقطة دي عايزة سرعة. ليه سرعة؟ اولا انت اول ما هتخرم انا مش عايزك تسحب النيدل بتاعتك، ويستحسن كمان ما تكونش داخل من باراسنتيسيس، يعني انت عامل انسيجن للنيدل اللي هي داخله. تاني حاجه ساعه النيدل دي وانس خرمت الاوستن بتاعها بقى جوه الكبسول، ابتدي اشفط، يعني ما تطلعش واطلب من الممرضه لا اديني بقى كانيولا اشفط وكده، لانك انت على ما تطلع النيدل وتلف للممرضه تناولك البتاع ممكن تبص تلاقي ايه علم الارجنتين ابطال العالم قدامك. خلاص؟ فالنقطه دي بالذات احنا عايزين سرعه هائله. انت محضر السيستوم بتاعك على سرنجه، خلاص؟ انت هتخش تخرم وانت بتخرم هتقوم شافط شويه، اتفقنا؟ قبل ما تخرم من ايدك الثانيه هتحقن فيسكو. احقن فيسكو فين؟ اوعى تحقن فيسكو قريب من الفتحه. خلاص؟ تعال على البريفري، اوعى تيجي فوق الفتحه، لانك لما هتيجي جوه الفتحه او فوق الفتحه او ان ريليشن للفتحه هيحصل ايه؟ الفيسكو لاستيك ده هيخش جوه الكبسول وهيزود الانترا كابسول بريشر. هتبص تلاقي انت الله انا عملت زي ما الدكتور مصطفى قال لي، انا حقنت الفيسكو الاستيك وبعدين لقيت ابطال العالم قدامي. لا، يبقى انت هتبتدي تحقن بعيد عن الفتحه خالص. عملت دي كومبريشن طلع لك فلويد، خلاص؟ لو طلع لك الفلويد الحمد لله. المشكله الأسوأ انه ما يطلعلكش فلويد. ليه؟ لان مش الفلويد هو اللي مخليها انتوميست، ده هما
كابسولار فايبرز ذي ار امبايبد وذ ووتر، هم نفسهم اللي التخان كبسول فايبرز. فدي هي اللي لحد دلوقتي لسه مينتيننج الانترا كابسولار بريشر العالي، وده في الغالب الحالات دي هي اللي مهما عملت دي الارجنتينيان فلاج سايت. يعني لو انت مشيت عادي وهو ده فلويد وانس خرمته وشفطت شويه انت عديت المرحله، حظك العاثر بقى ان انت ايه تلبس في حاله من الحالات بتاعه الامبايبد كبسولز اللي هم الكبسول اللي هي نفسها هي شفط الميه ومنفوشه. طيب سيادتك عملت القصه دي، انا سحبت وبعدين انت فيسكو الاستيك في البريفري مش قريب من الباج. ليه في البريفري؟ عشان اي ام تراينج تو ميلك ما هو موجود في الـ في الـ جوه الباج في الفورنيسيس يطلع لي من هذا الخرم البسيط. اتفقنا؟ خلصت الخطوه دي، بعد كده هبتدي. انت لسه ما عدتش ها؟ لان ممكن يكون في اللينز فايبرز الامبايب. تعمل ايه؟ هتبتدي تعمل الريكسس بتاعك صغير، اعمل ريكسس صغير. اعمل ريكسس 2.5 مللي 3 مللي، اعمله بالسيستوتوم او بالمايكرو فورسبس. بعد كده بقى عندك ريكسس صغير كده، وانت خد بالك لسه ما عدتش مرحله الخطر. هتفتح الانسيجن بتاعك وتدخل الفيكو تيب وتبتدي تاكل هذه الفايبرز. هتبص تلاقي فيه يطلع لك شانكس كده، تلاقي فيه شانكس، تلاقي مره واحده الكبسول او الباك بتكمبرس معاك. هنا تتنفس الصعداء، اعرف ان انت خلصت من واحد من بوتنشال دينجرز اللي موجوده عندك جوه الباك دي. خلاص؟ يبقى هنا زي ما انا بقول اعمل الريكس الصغير هنا. اه انا مبسوط منك زي البيجنر اللي بدل ما راح للبريفري وجا ريكس كبير، لا ابتدي في دول اعمل ريكس صغير. وبعد كده بعد ما دي كومبريس الباك دي كلها استعمل فيسكو الاستيك وكبر الريكسس بتاعك. خلاص؟ يبقى هي دي التكه اللي انا كنت عايز اقولها في عيانين الانتوميسنت كاترال. انت البرنسبل اللي شغال بيه انا مش هعرف اوطي جوه الباج، لان انا لو دخلت جوه الباج خلاص القصه خلصت، لكن انا هعلي الضغط اللي بره الباج دي بحيث ان الدي كومبريشن ده ما يبقاش صادم ويبقى كنترول. اتفقنا؟ طيب الموقف الثاني اللي هتواجهوه طبعا شهير جدا بتاع انا مش شايف ريد ريفلكس عشان التوتال كاتراكت او الكبسول مش باينه او الميكروسكوب بتاعك وحش او سيادتك مش شغال بالريترو اليومينيشن اصلا. انا اكتشفت مره يعني كان في حد زميل هو بيقول لي مفيش ريد ريفلكس دي ماتيور كاتراكت، واحنا اكتشفنا ان هو بس ايه وهو بيحرك الفلتر ما باي باست الفلتر بتاع الريترو اليومينيشن شغال يعني ما هاش كو اكزل اليومينيشن. خلاص؟ طيب الستينز اللي بنستعملها ايه؟ طبعا هو ما فيش الا ستين واحده اللي هي موجوده دلوقتي في السوق. خلاص؟ في ناس تحب، انا شخصيا احب اما نيجي نعمل الستين ما ببقاش فاتح المين انسيجن، خلاص شغال باراستيس، واحب اعمل ستين اندر اير. خلاص؟ وبعد ما ستين اندر اير بستنى حوالي من 15 ل 20 ثانيه وهتبتدي تغسل الاير بالستين وتحقن الفيسكو الاستيك. ده الكلاسيكال تيتشنج. انا شخصيا ما بعملش كده، انا بحقن الفيسكو الاستيك لو في الحاله دي بيبقى هيلون، بحقنه بديسبليس الاير من الباراسينتيسيس الثاني وما بغسلش الستين. وما بغسلش الستين ليه؟ لان انا اكشلي ما ببتدي اعمل بالستين ما بستعملش الفولي كونسنتريتد ستين، انا بخففها دايما واحد لواحد او حتى واحد لاثنين. ليه؟ علشان انا الصراحه مانيش متاكد من التوكسيسيتي بتاعتها، انا مانيش متاكد من الايه بروديوسر، احنا ما بنستعملش بتاع الدرك. خلاص؟ فببقى بقول لك ايه اخف الضرر يعني يا دوبك بس اشوف. فلو غسلت هذه الدايلوتد ستين هيتهي بيها الامر ان انا شايف كبسول زي ما دخل. خلاص؟ فده اللي انا بعمله، يعني انا بقول لكم اللي انا بعمله بس طبعا انتوا احرار تعملوا اللي انتوا عايزينه. في ناس تحب تعمل الستيننج اندر ايه؟ اندر فيسكو الاستيك. كويس. يتطلب انك تبقى اوير بحاجتين، ايه الفيسكو الاستيك اللي انا هستعمله هنا؟ هيلون. ليه هيلون؟ عشان الهيلو ماهوش ديسبيرسيف. فسيادتك كل اللي عليك التاسك بتاعك انك توصل تحت هذه البلب اوف هيل وهتلاقي نفسك بتستين الكبسول. خلاص؟ طب هستعمل انهي كانيولا؟
في كانيله صممها واحد عندنا هنا في القصر العيني، الدكتور يحيى صلاح، صمم كانيله في اواخر التسعينات اوائل الالفينات، عباره عن فلات كانيله والفتحه بتاعتها انفيريور، يبقى هي على الكبسول بالظبط. خلاص؟ فانت تحطها على الكبسول وتستين اندر فيسكو الاستيك، مستعملا هذه الكانيولا. لو استعملت اندر فيسكو الاستيك زي الميثايل مثلا، انتوا عارفين الميثايل هو ديسبيرسف، هتلاقيه لايرز لايرز، فممكن تكتشف ان انت يو ستيند وان اوف ذا لايرز اند يو نوت ستين ذا كبسول. خلاص؟ عشان كده انا بحب اعمل اندر اير. طيب. نعم؟ اندر سلايم. هقول لك، اصل انت السلايم ده فلويد، السبب اللي بتستعملها فلويد هينتهي ساعات بيك الامر تلاقي عندك تربلنس اوف ستين جول انتي تشامبر وتستين الباك اوف ذا كورنيا بتاعك. انت احنا بنستعملها فعلا في حالات الدي ماك، بنستين الباك اوف ذا كورنيا بالتربان بلو. خلاص؟ فانت ممكن تستين، وخصوصا لو الكورنيا بتاعتك اصلا ماهياش حلوه قوي، فهتلاقي نفسك ان انت طول العمليه قاعد بتعاني. فيعني مفيش داعي ان احنا ايه نكبر المواضيع يعني. خلاص؟ يبقى الاوباسيفايد كبسول قلنا هنتعامل معاها ازاي، والسب انتيتي منها العينين اللي هم الانتيوماسين. خلاص؟ طب الميوتك بيوبلز، البيوبل اللي هي الميوتك هتعامل معاها ازاي؟ طبعا ده سؤال احنا بنساله دايما على طول في الماجستير، وتلاقي ناس مع كلام ايه يعني، في كلام محترم صراحه بنسمعه، وفي كلام ما بيبقاش إيه، بيبقى اقل احتراما. طيب الميوتك بيوبل، عشان اتعامل مع ميوتك بيوبل لازم اعرف السبب اللي انا مسبب لي الميوتك بيوبل، عشان كل سبب وليه تعامل خاص. فانا العين اللي عنده سينال مايوزس غير العين اللي عنده بوستيريور سينيكيا، خلاص، غير العين اللي بياخد تامسولين. وبالمناسبه عايز اوجه لكم حاجه، ان التامسولين انتوا بتقروا كلاسيكلي ان هو بيعمل ايه، فلوبي ايريس وديفيكلت بيوبل تو دايليت. احب ابشركم انه ساعات ما بيعملش مايوزس، وانك تلاقي العين ده بيوسع حلو وتفاجئ في وسط العمليه ان هو عنده فلوكي ايرس. خلاص؟ فانت بتفحص العيان وبتساله انت بتاخد تامسولين، ويقول لك او انت نسيت تسال، افتكرت بس او بتفتكر او انت مبرمج انك هتساله لما الاقي مايوزس، لا ابشرك، لا ده في عينين منهم بيوسعوا حلو جدا. خلاص؟ بس فوق جوه العمليه هتفاجئ بموقف ايه مش كويس. يبقى انا لازم اعرف السبب ايه. انا مش هتكلم بقى على البريباريشن قبل العمليه، اللي هو بقى هندي له مدرياسيل وهندي له نون سترويدال انتي انفلاماتوري ومدريكين وسبكوج، احنا هنتكلم ساعه ما نفاجئ جوه العمليه. انا هفاجئ بموقف الميوزس ده بيحصل في تو سيتويشنز. اول حاجه في البدايه انا ابتديت اديت العين لوكال والعين مايوتك، واطمنت ان هم وسعوه، ما في ساعات بينسوا ان هم يوسعوا العيان. خلاص؟ لو شفت الموقف ده هتحاول بقدر الامكان مدرياتك سبكونج بتاع ما بيوسعش. هنتعامل معاه بالتكنيك ما هو اتي بقى. هنبتدي نستعمل، انا على طول الصراحه كنت زمان احب استعمل ايه؟ استعمل مثلا اعمل ميكانيكال دايليتيشن او اعمل سفنكتروتومز. خلاص؟ لحد مثلا من 5 سنين فاتوا كنت اما الاقي كده احاول ادام ما فيش سانيكيا او في سانيكولايسز اعمل سانيكولايسز واعمل ايه؟ ميكانيكال مدريزز اللي هو بتو بوش بولز او سنتروتومز صغيره، لحد ما اكتشفت المشكله بتاعه العينين بتوع التمثيلين. هو ما بيبقاش قايل لك، وازيدك بشعر بيت، ان في ستات بياخدوا التمثيلين اللي هم عندهم اللور يوريتريك ستونز. فانت داخل مطمن خالص، انا بعمل واحده ست مش ممكن يبقى عندها تمثيلين. خلاص؟ لا سيادتك بتاخد تمثيلين، اتفقنا؟ فما عدتش بلجا للقصه دي، فبقيت هو ده تكنيك والسيرجيكلي مكتوب واعملوه وصح وكله. انما بقى انا خايف، لان العين تمثيلين لو انت عملت واحد من المانوفرز دي المشكله عندك تضاعفت، وبقت بدل ما تحولت من مشكله بقت ايه؟ كارثه. فانا بستعمل الايرس هوكس. حلوين؟ كويس. في ناس بتستعمل المليوجم رينجز، مع انهم هم مش موجودين متوفرين في مصر كتير، وفي طبعا في انواع منهم كتير اللي هم البيبيلاري دايليتنج رينجز اللي مشهورين مليوجن، وفي اللي هي اللي بيسموها البي هيكس. خلصت؟ طيب مشكله في عجاله سريعه، مشكله الايريس هوكس ايه؟ مشكله الايريس هوكس الرئيسيه ليك
الوقت. لو انت جراح سريع جدا وعندك لسه 25 حاله، افتح اربعه واحط مش عارف ايه خلاص. او انت بيجينر، البيجينر عايز اقل قدر من الستيبس خلاص. يعني اول ما يجي يعمل الستيب بتاعت مثلا هيحط اير سوك، يجي ما هوش عارف يدخل الهوك من وقاعده بتتحشى والهوك بيتني، طب دخل جوه، طب اجي الفه كده راح اتلف على العكس، راح متشنكله في يعني تبقى قصه. اتفقنا؟ يبقى المشكله اول حاجه في الوقت، تاني حاجه ان هي بتغير لك شكل الاركتكتشر بتاع الانتيريور تشامبر. انت متعود ان الانتيريور تشامبر ديب. ديب ليه؟ لان المسافه بين الايريس والكورنيا كبيره. اتفقنا؟ انت عايز كده. انما هنا الموقف تحول لحاجه تانية خالص. انت سيادتك شايف الانتيريور تشامبر شالو، هي اكشولي مش شالو ولا حاجه، هي انت بس جبت الايريس لقدام في البريفري. فاول حاجه تهيأ لك ان هي بقت شالو، تاني حاجه وجود الايريس قدام في البريفري بيضايق دخولك بالفيكوتيب خلاص. يبقى لازم تغير الاورينتيشن بتاع دخلتك، لازم تخش الاول بقى باصص تحت الكورنيا وبعيد بعيد وبعدين تقوم تاني تاني، وبيضايق وجود البريفري مكان الانسترومنت الثاني ساعات وانت شغال ومزنوق جدا، وبعدين تيجي تخش من بتاعها تقوم متشعلقه في الايرس، وبعدين انت اتعصبت شويه رحت زيها لقيت الايرس طالعه لك، وبعدين اضل اخ اضل جن اخ. فهي مشكلتها الرئيسيه ان هي بتغير لك الاركتكتشر اللي انت متعود عليه، وده لدواعي تصميمها خلاص. اهي دي تصميمها كده. ساعات انا بتغلب على القصه دي ساعات ان انا استعمل الكابسولر هوكس بدل الايريس هوكس. الكابسولر هوكس شكلهم مختلف شويه. دول الايريس هوكس اهم خلاص، زي ما احنا شايفين عباره عن هوك هوك. الكابسولر هوك فيهم بند، يعني بدل الدراع ده ما هو ستريت كده هتلاقيه عامل بند. فالبند ده ليه؟ البند ده عشان هي متصممه ان هي هتمسك الكبسول، الكبسول اللي هي ديبر خلاص. وتفرق كمان ان الهوك ده اطول شويه عشان اطول وبلانت وسوفتر خلاص. فالصراحه انا بحب استعملهم كده ليه؟ لان هو انا هستفيد من الانجيليشن بتاعهم خلاص، فمش هجيب الايريس اللي هي قدام. عيبهم ايه؟ ان هم they're very soft. ساعات انت تحطهم وتلاقي لو هيحصل لك مايوزز تكمل القصه معاك المايوز خلاص. يبقى دي وانا بتعامل مع حاله مايوزز حصلت لي من بدايه العمليه، يعني انا اوريدي عامل حسابي وداخل مجهز. طب افرض سيادتك ابتديت ببيوبل حلوه جدا وبعدين في وسط العمليه لقيت ايه؟ البيوبل بتضيق. تتصرف ازاي؟ ده سيتويشن تاني، ده السيتويشن ده لازم تايدنتيفاي البروبلم فين؟ ويوجوالي البروبلم هنا بتحصل نتيجه الانترا كاميرال بريشر قل. لان لما بيبقى الانترا كاميرال بريشر بتاعك عالي ده ميكانيكالي بيديليت البيوبل خلاص؟ فانت لوقت ما فقدت هذا الانترا كاميرال بريشر. ليه؟ اشهر سبب ليك يا اما الانسيجن بتاعك واسع شويه او بيرند زي ما الدكتور خالد بيه قال لك، انت قاعد متحمس جدا وبتاع خلاص، او ان الاورينتيشن بتاع الويند بتاعك اتغير. ليه؟ دي حاجه اللي هو انت غيرت الانجليشن بتاعك فيري ديب سيت ايز، او حاجه فيري كومن ليكم انتوا قاعدين وخصوصا البيجنرز بيشتغل وحاطط اوبسايتس بالكولكتنج باك خلاص. انت لسه في بدايتك، بتاخد ازازه وبعدين ازازه المحلول خلصت يا دكتور هلاقيك واحده كمان. هو المحلول ده نزل فين؟ نزل على حجرك ولا على الجزمه ولا في الكيس؟ نزل في الكيس. الكيس وزنه تقيل. الكيس متصل بالعين عن طريق ايه؟ الاوبسايت، والاهم منه السبيكولم بتاعك خلاص؟ فهو قاعد بيشد على الاثنين دول. يحصل ايه؟ يبتدي يدستورت السكليره. فتلاقي السكليره راحت عامله كده. فتلاقي الوند ده فتح ابتدى يليك شويه، ومش لازم المين وند، ساعات الباراسنتيسيس وند. فتبقى انت قاعد بتهرش وتهرش في دماغك البتاعه دي بتفضل ايه؟ اكيد شيمبر بتشاله ليه والبيوبل بتضيق ليه؟ بص على الكيس خلاص؟ ويعني ساعات بنطلب من الممرضه اشفطي المايه اللي في الكيس دي خلاص؟ اتفقنا؟ يبقى
المقوله هنا قصدي اقول لك ايه، انك لازم تعرف السبب وتحدد موقفك. طب ما ده حصل من الاول، انا مستعد له بالتكنيكات بتاعتي دي كلها ومليوجن رينجز وبتاع، لكن ما حصل لك في النص ده ليه قصه ثانيه. خلاص، ممكن يحصل مقطوع التامسلين، ممكن اكسيدنتال انجري للايرس. خلاص، طيب انا كده تقريبا خلصت الحاجات المهمه دي. منظر البليوجن رينج اللي عايزين يشوفوها. خلاص، مش هقدر اتكلم بقى على كان نفسي اتكلم معاكم على الزونيولر ديهيسنس والكلام ده والطرق، بس ممكن ناجلها لوقت تاني لو انتوا حابين، ممكن نبقى نوضب وقت واقولها لكم. خلاص، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واسف للاطاله.